في الباك ديما انت شوف موعي شوف شي واحد من الروح انت في التليفون يوم ماشي ما 45 يوم ما 43 بقى ساعة 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 نشوف العافية ما كنشدوهاش كاملة عند الشيء هادي غير في الجنة ركز على الوقاية المدنية اللهيب ما كيتشدش مثلا بطفان بحال هكا داك اللاعب حمار لا اذن مشاهدي متشبعين قناة شوف تي في مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة العراويين حريق مهول في هذا الأثناء والساكنة خارجين مذعورين ساعة تشير إلى الرابعة إلا ربع صباحا تفاجؤوا بهذا الحريق الأسباب ديالو حد الساعة كتبقى مجهولة وعلى الفور تدخل عدد كبير من شاحنات تابعة لجهاز الوقاية المدنية شاحنات سريجية المائية من أجل السيطرة تخنقت على هذا الحريق المهول أنتم ممكن تشوفوه هنا بمنطقة الهراويين منطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء نتمناو بأن ما تكونش خسائر في الأرواح أنتم ممكن تشوف شوف الدخان الكثيف كيفاش غطى السماء ديال هاد المنطقة وصل تعزيزات ديال الوقاية المدنية في الأول دخلوا جوج ديال الشاحنات السريجية مازال الشاحنات كيوصلوا للمكان ديال الحريق عدد من الشاحنات السريجية اللي وصلت في هذا الأثناء من أجل السيطرة على هذا الحريق المهول هنا بمنطقة مولاي رشيد بالضبط في الهراويين عمل كبير وجبار يقوم به رجال الوقاية المدنية في هذه الأثناء من أجل السيطرة على هذا الحريق المهول اللي نتمناه ما يكونش يتسبب او ما يتسببش في خسائر في الارواح شو ما كتشوفوا نحاولوا ما امكن اننا ما نبينوش اللهيب لان الفيسبوك ما كيمنع ظهور اللهيب كنحاولوا نقربوكم ماشي مصنع هذا مكان ديال جمع المتلاشيات البلاستيكية وسبق
الحريق اندلع في هذا المكان. اللي تذكرتو بان ماشي هذا رمضان اللي فات، ماشي هذا اللي حنا فيه، ماشي اللي فات، اللي قبل منه، يعني هذه سنتين كان دانع واحد الحريق مهول في هذا، في هذه البلاصه، في نفس المكان. اليوم عاوتاني كاين دالع حريق، وكتبقى دائما الاسباب مجهوله، انما ما يتواجد داخل هذه المحلات هي اشياء قابله للاشتعال، وكتزيد من القوه ديال الحريق، لانها اشياء يعني اشياء بلاستيكيه. كيصعب مع على رجال الوقايه المدنيه انهم يسيطروا على الحريق بفعل التواجد ديالها في المكان اللي كتندلع فيه هذا الحريق، واللي الاسباب ديالها كتبقى مجهوله. ولكن واش بفعل فاعل ام عموما الاسباب كتبقى مجهوله. واكيد المصالح الامنيه بمنطقه مولاي رشيد غادي يفتحوا تحقيق معمق تحت اشراف النيابه العامه المختصه للوصول الى كل تفاصيل وحيثيات هذا الحريق والاسباب والمسببات ديالو. ما نتمناه حقيقه هو ما يكونش خسائر بشريه. كنشوفو كيفاش الناس خارجين مخلوعين من هول هذا الحريق. دخان كثيف كيغطي السماء ديال هذا المكان، كيمتد على بعد امطار كثيره. تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها وعلى التدخل السريع. ديالهم المكان ديال الحريق. صيغة ديال الإسعاف تصل في هذه الأثناء. ربما كاين اختناقات. حنا كنتواجدوا على بعد أمطار كثيرة ومع ذلك أصبنا باختناق. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مبشر آخر.